اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر يا رب العالمين. ابكى مليار شخص في العالم وتعين إمامه خطيب بالمسجد الحرام وهو سنه 22 سنة. من عذوبة صوته هتقول وراه أمين حتى لو مش بيرد الأدعية. الشيخ عبد الرحمن السديس لما تعين رئيس الشؤون الدينية والربيعية بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز ما كانش من فراغ. السديس صاحب الصوت العذب الذي تخشع معه الأفئدة، المتمكن من قراءة القرآن وتجويده، صاحب الأدعية الروحانية التي يهتز لها القلب، يستحق أعلى الدرجات. عايز تعرف ليه؟ هقولك. في سنة 1961 في القصيم بالنحديد في محافظة البكيرية بالرياض اتولد عبد الرحمن السديس. حفظ القرآن الكريم كامل وهو لسه عنده 12 سنة. مش بس حفظ القرآن، ده كمان بيمتلك صوت ذهبي صافي كحبات اللؤلؤ. كان مجتهد جدا في علوم الدين، علشان كده وصل لدرجة عالية من العلم وقدر يحصل على الدكتوراه من كلية الشريعة بامتياز. ويوم الحد سنة 1983 في صلاة العصر دخل الشيخ عبد الرحمن السديس الحرم المكي عشان يقوم بالمصلين لأول مرة في حياته، ومرت الصلاة واللي قرأ فيها الآيات الكريمة في السر، ولكن المفاجأة كانت كبيرة لما أما المصلين في صلاة المغرب وصلاة العشاء. شيء جديد ظهر ما كانش حد منتظره، صوت جديد كسر الاحتكار، شد لي كل مستمع. صوته بيجمع بين العذوبة وبين الوضوح والنطق السليم بالتجويد، ده غير انه حافظ القرآن الكريم حفظ تام، مفيش مرة وقف وهو بيرتل آية من آيات القرآن الكريم. ملايين المعتمرين والحجاج بيتمنوا يصلوا ورا الشيخ السديس كل الصلوات عشان يستمتعوا بآيات الذكر الحكيم بصوت صافي شبه الدموع اللي بتنهمر من عيون المصلين وهم بيسمعوا صدى صوته في فضاء الحرم المكي. ومع إذاعة الصلوات من خلال الفضائيات بدأ الشيخ السديس ينتشر في العالم كله بطريقة فاقت كل التصور، وبقى الناس في أكتر من مكان وأكتر من دولة بيقعدوا قدام التلفزيون عشان يتابعوا صلاة التراويح في شهر رمضان وكمان صلاة التهجد بسبب انجذابهم لصوت الشيخ الجليل عبد الرحمن السديس اللي فجأة اتحول لظاهرة تستحق الدراسة والتأمل. الشيخ السديس حصل على جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم واختير كشخصية العام الإسلامية، ودي جوائز اللي بيوصلها لازم يكون عنده صفات معينة. كلها كانت في الشيخ السديس اللي معروف عنه نقاء الصوت ودموع الخشوع الفعلي اللي بتنزل من عيون الناس لما بيسمع صوته، واللي بينقل كلام ربنا بطريقة مؤثرة. صوت السديس شبهه بالنجم اللي اخترق الآفاق من الحرم المكي إلى مساجد آسيا في أسواق الأشرطة في دكاكين إفريقيا وبيوتها طيبة إلى فضاءات المسلمين أينما وجد. وشبهه كمان بالمعجزة اللي صعبة تتكرر تاني لأن عنده قدرة غريبة إنه ينقل كل كلمة في القرآن بصوته للقلوب مباشرة، وكأنه بينقل مع كل حرف معناه اللي بيخلي العين تنزل الدموع من غير وعي، مجرد بس إحساس بمعاني القرآن الكريم. الشيخ السديس ظاهرة لن تتكرر، حفظه الله ورعاه.